يعني فضل الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن والأمان على الكويت، هذا شيء لازم نحمد الله عليه سبحانه وتعالى، والله ما نحس فيها إلا لما نفقدها. فنقول جميعا الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. يمكن في ذكرى أليمة في رمضان العام الماضي صارت عندنا تفجير المسجد الصادق، عسى الله يعود إن شاء الله، وعسى الله يتقبل شهداء مسجد الصادق إن شاء الله، شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا في حادث التفجير، تفجير المسجد الصادق، الكل يمكن يشوفنا تأثرنا كلنا، وكل دول العالم يعني صدمت من هذا الحدث اللي غريب على المجتمع الكويتي، واللي عكس حقيقة صورة جميلة عن المجتمع الكويتي في التلاحم والتراحم، وهذه هي سمة كل كويتي حقيقي وكويتي صريح يحب هذه الديرة ويحب أمنها طبعا تحت قيادة صاحب السمو عسى الله يحفظه، قائد العمل الإنساني اللي قال كلمة شهيرة في ذيك الحادثة: هذول عيالي جميعا. في هذه المناسبة نحب نرحب بالدكتور صالح الصفار رئيس مجلس أمناء مسجد الصادق، وأيضا الأستاذ جواد بو 50 بو أنور، وأيضا رجل الأعمال وعضو مجلس أمناء مسجد الصادق، والمهندس محمد بن نخي الوكيل المساعد لقطاع الصيانة بوزارة الأشغال. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير وشرفتونا في غبقة رمضانية. أنتم بخير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله الله يعود علينا هذا الشهر الفضيل، والحمد لله شهر مبروك وكذا، ولكن وياكم احنا سعداء. الله يسلمك، كل عام وانتم بخير ومنورينا اكيد في استديونا في مول الحمراء. يمكن اكيد تجمعكم ذكريات مع الحمراء، يعني قبل كانت هي الشهيره بالسينما. نبي نتحدث اول شيء عن ذكرياتكم مع الحمراء، يمكن ما كنت دخلتوا هني وشفتوا التطور والتغيير في مول الحمراء، شنو هي ذكرياتكم؟ بوانور ذكرياتك هنا احنا تفضل تفضل بوانور. لازم انت توجه السؤال لك، السؤال طال عمرك. الحمراء طبعا هي كانت سينما الفردوس وسينما الحمراء يميع في هذا الموقع. نعم. هذا اول تقريبا من اول المشروعات السياحيه واللي اشتهرت، كانت في منطقه الخليج، كانوا اهل دول الخليج يجون علشان يشوفون السينما بالكويت والسينمات، حتى من صارت عقبها سينما الأندلس وكذا، صارت الكويت مركز ترفيهي كذا. كان يهتمون أهل دول الخليج في أيام عيد رمضان وعيد الكبير شلون يجون هم وعيالهم وكذا، كانت موقع مهم جدا. كنت تزور أبو أنور؟ طبعا نجي، كنا احنا من احنا صغار. كانت السينما تأسست شركة السينما سنة 54. اي ما شاء الله. وكان امتياز 50 سنة شركة قطاع خاص. فكنا احنا طبعا على طول نجي، واحلى امسيات المساء هو يم سينما الفردوس. ولذا كان حسين عبد الرضا يوم قام سوى بساط الريح بساط الفقر ايام قبل كان لازم يغني مع سعاد عبد الله موعده في الفردوس. كانت فعلا الناس تستبشر بذكريات سينما الحمراء والفردوس والمنطقة. ما شاء الله تبارك الرحمن. وإحنا تكلمنا عن ذكرياتكم في مول الحمراء، الحين بنعرف عن رمضان، شلون تقضون وقتكم؟ وإحنا نعرف أن أكيد عندكم المجالس والديوانية كرجال يعني، فشلون تقضون يومكم؟ كان رمضان الكويت له طابع خاص وطابعه يعني معروف في المنطقة، لأنه هو بالزيارات والتبريكات، وكانت البيوت تشوف الناس يرسلون نغصة الأكل أو المشاركة في الإفطار من بيت لبيت. حلو. اللي يخبزون يودون للآخرين، اللي يسوون الهريس، اللي يسوون التشريبة، يسوون الأكلات، الجيمات، صب القفشة. فبالعكس عاداتها الكويت جدا حلوة في رمضان، لأنه تشوفها جمعات، وعادة أكثر العوائل أول يوم في رمضان يجمع العائلة كلها، هو تبريك وبركة في رمضان، وهذا عادة جيدة. ولذا أي من قديم حكومتنا الله يحفظها لأمراننا من أول يستقبلون الناس ويزورون العوائل ويزورون كذا يعني، وانتم شايفين أكيد. اميرنا الله يحفظه الله يعني كان كل امرانا يزورون وكذا، وفي المناسبات
ويشاركون في طول السنة. وأيضا صاحب السمو استقبل المواطنين في الأعياد وفي الأفراح وفي الأحزان في الأحزان في كل شيء. فكيف رمضان؟ رمضان له ميزة معينة جدا، والعيد كان أول، يعني العيد جميل جدا، عيد رمضان كان أول شوية الحالة مو مثل الحين، في القديم محدودة، لكن الأولاد يستبشرون بجية العيد الملابس الجديدة والكذا. ورمضان يتخلى له موضوع القرقعان، والقرقعان كان له طابع خاص، شلون يتجمعون وينظمون يلبسون الأطفال اللبس المعين، التشيز، الهدايا، والناس كلهم، ولذا العادات مستمرة. الحمد لله بالكويت رمضان مميز لليوم. شوف احنا الايام بالعكس بس زحمه، الواحد يزور 20 ديوانيه بالليل، يعني ساعات احنا بالشهر لا يقل عن 250 واكثر ديوانيه تزورها، ويجونك ايضا اكيد اكيد العام بانوار. الحين يمكن يعني العام رمضان الماضي صارت حادثه تالم فيها الشعب الكويتي وايضا الشعب العربي والخليجي والعالم كله في لقطه ما حد نساها متابعينا. خلينا نشوفها. صاحب السمو وصوله الى التفجير، وانت العم بانور كنت موجود في هذه الحادثه. نعم، تكلمنا عن هذه الحادثه. شوف الله لا يعيدها، لكنها ذكرى لا شك مؤلمه، ولكن لها اثار ايجابيه. ايجابيتها رفعت اسماء ايات المواطنه. نعم. ها؟ والتلاحم بين الحكومه والشعب، وأشادوا فيها الكبار، يعني الله دول أشادوا فيها. أنا بقول أنا موجود في نفس الحال، وإحنا العادة صلينا الظهر وبعدين. أنت موجود في نفس التفجير؟ أنا موجود نعم، وأنا قاعد يم أول عمود من العمدان، ما بيني وبين اللي فجر يمكن المسافة 4 متر فقط، لكن العمود حماني أنا، لأن مجواري وراه صار وراي، ولذا الآن طلع العمود حطوا له الأشغال الغلاف على محل الشظايا الموجودة. وهذا قسمه، أنا تونا آخر سجدة من الصلاة نقول الله أكبر بيسلم. هذا العمود مع المشاهدين معنا على الهواء والشظايا المتبقية. هذا العمود أنا من خلفه صرت حماني، ولذا صار الانفجار طاحت غترتي وعقالي وأنا رافع راسي. من صار الانفجار ودخنا طلعت أركض أبي الشرطة يمسكون اللي ذاب تفجير. أي ما ادري واحد مفجر نفسه. اي صح، ما حد طار على باله. تركض للشرطه اقول لهم امسكوه، قالوا هذا انفجار يعني تفجير مفجر نفسه. بعدين رجعت اركض، من رجعت اطالع واذا القتله من اول دخنه ما مبين، وطلعت من الباب اللي دخل منه المفجر اقرب شيء لاني قريب على محل الباب. طلعت ومن رجعت وشفت القتلة والدمان، رأسا دقيت على أحمد الفهد مدير مكتب صاحب السمو صاحب السمو حفظه الله، وقلت له يا أحمد الحقونا ترى إحنا انفجر فجروا المسجد. قال أي مسجد؟ بس الصادق وعندنا قتلة ونبي إسعافات، بس هذا حد. وسكرت الخط رجعت على داخل علشان نشيل المصابين، القتلة قتلة نشيل المصابين نطلعهم. نعم. إلا لقيت واحد من واقف كان يمي والدمان كاسيته من طايح، الانفجار ضرب راسه وداي. خدت قلت لكم أم أشودي كل مستشفى طلعت وياه، وهذه أول صورة نقلت في كل العالم انقلوها. أنا ماسكة لبست غترتي وعقالي بوديه المستشفى وهو يمي، ويوم اني طلعت وياه عند السياره اثاري احمد الفهد عندما بلغ سمو الامير، بلغوا وزير الداخليه وبلغوا الاطفاء والاسعافات. عندما طلعته وركبته بالسياره بمشي الا جاء الاسعاف وسد علي،
ما قدرت اتحرك الا جاء الاسعاف وركبناه. الله يحفظك. ويعني الحمد لله انه يعني هذه الحادثه مثل ما قلتوا قبل شوي انه اعطتنا اكيد الشعب الكويتي شلون كان ايد واحده وشلون الكل تعاون والكل ما كان هاقي. يعني كان رمضان علينا وكانت صلاه جمعه، بس الحمد لله ان احنا بعد سنه صار في الترميم اكيد والصيانه والتجديد ومقبلين على الافتتاح. اكيد ودي اتكلم مع المهندس عن الترميم. نعم. بس اللي ضرب أروع الأمثال هو صاحب السمو طبعاً. حضوره في خلال 15 دقيقة طبعاً من الاتصال. هذه كل حاجة هذا فيها اللي أشاده هذا مو غريب على سموه أكيد أنه يكون موجود عند عياله وأبنائه. لكن سيد المهندس محمد بن نخي وكيل المساعد في وزارة الأشغال، يعني ذكرنا أن عكس صورة جميلة للشعب الكويتي وتلاحم الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي وأيضا الشعب الكويتي كافة. يعني تكلمنا عن الترميم في 180 يوم ما شاء الله قدمتوا نموذج جميل لهذا المشروع. أنا إن شاء الله قبل لا أبدأ على موضوع الترميم ودي أضيف إضافة. تفضل. أيضا الدكتور صالح ترى كان موجود وقت التفجير وكان من المصابين في وقت التفجير. إن شاء الله. يمكن هو بعد شوي يتطرق حق الموضوع هذا. إن شاء الله. طبعا إحنا بعد التفجير مباشرة أمر صاحب السمو رضي الله يعني أعطى توجيهات بإعادة ترميم المسجد. ويانا كتاب من مجلس الوزراء لحين أذكر تاريخه في 9/7/2015 يعطينا تعليماته على بناء على توجيهات صاحب السمو أنه مباشر في أعمال الترميم. يعرف تعرفون بالكويت الدورة المستندية دورة طويلة وعقيمة وتأخذ وقت كبير، ولكن ولله الحمد عملنا هذا الموضوع بخصوصية. يعني تخيلوا الكتاب في 9/7/23/12 كان العقد جاهز ومتوقع ما شاء الله رغم الدورة المستندية. فكان يعني أعطينا جل اهتمامنا كوزارة، وأيضا يوم عدينا مستندات العقد حطينا من ضمن الشروط أن فترة الإنجاز تكون 180 يوم. الهدف كان من هذا أنه ينفتح المسجد للمصلين مع بداية شهر رمضان الحالي، والحمد لله توفقنا في هذا الشيء. طبعا الترميمات اللي صارت في المسجد هي ترميمات جذرية، يعني الانفجار يعني دمر كل ما هو موجود في المسجد من ديكورات من تكييف من ثريات. بداية أيضا كنا متخوفين أن يكون المسجد يعني كحالة إنشائية تضرر، ولكن أخذنا عليه الفحوصات والاختبارات تأكدنا من سلامته إنشائيا وبدأنا أعمال الترميم الشاملة للمسجد. طبعا أنتم قاعد تشوفون جزء من الترميم اللي هو الآن خلينا نقول المصلى الرئيسي، لكن المسجد أيضا في مصلى للنساء هم ترميمه وتم توسعته. احنا موعدين ان شاء الله مع تلفزيون الكويت راح يكون في نقل حي مع الافتتاح اكيد كل الكويتي وكل الناس اللي تابعوا هذه الاحداث في وقتها يحبون اكيد يشوفون الترميم والتجديد اللي حصل بوقت قياسي. واكيد الترميم ما هو عادي، والاحداث اللي مرت ما هي سهله. انا ابي انتقل على عجاله ما علي عشان الوقت مع دكتور صالح. ابي اتكلم عن الافتتاح ان شاء الله راح يكون قريب ان شاء الله تعالى. يعني اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك لصاحب السمو هذا الشهر الفضيل، وكذلك سمو ولي العهد وجميع اهل الكويت. ومثل ما تفضل ابو عماد قبل شوي على اساس ان الشعب الكويتي دائما شعب يعني سجيت المحبه والالفه والتعاون والامور هذه كلها. اول شيء نسال الله تعالى ان هذا الحادث يمر ولا يكون هناك اشياء تمس الكويت في هذا الجانب. يعني احنا تعرضنا في الكويت الى ازمات كثيره، ولعل ازمه الغزو العراقي كانت ازمه كبيره جدا، لكن خرج منها الشعب الكويتي ولله الحمد اكثر وحده واكثر اتحاد واكثر امان في هذا الجانب. هذا الحادث طبعا مو متعوده الكويت الصراحه على مثل هذه الاحاديث يعني او مثل هذه القضايا، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني كانوا يريدونها فتنه للشعب الكويتي ويريدونها فتنه للوطن، لكن ولله الحمد جاءت العملية عكسية. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا الشعب الكويتي ليش الله حافظ بعطاياه بسجاياه بمحبتها للعالم البلد الإنسانية حتى لقب الأمير بقائد العمل الإنساني. فهذا شيء يعني مو شيء بسيط الصراحة أن نتكلم عنه، أن الأمم المتحدة والعالم يعترف للكويت بهذا الفضل الكبير وأن يكون أميرها أمير العمل الإنساني. وليس وهذا الشيء ما يأتي من فضاء يعني أو يأتي من شيء ما له معنى، وإنما شافوا ولمسوا مواقف الأمير ومواقف الشعب الكويتي. إن شاء الله تعالى إحنا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء بإذن الله مساء راح يكون حفل تأبيني
للشهداء اللي مضوا في هذا الحادث الأليم، نترحم عليهم إن شاء الله، نتمنى لباقي الجرحى السلامة. طبعا إحنا كنا من الجرحى الأولين. إصاباتك، إصاباتك وين دكتور؟ أنا إصاباتي أكثر شيء كانت في الظهر وفي في الريل وفي قاعة الريل وكذلك في الأذن، عرفت شلون؟ وأنا الصراحة يعني ما كنت حاس في القضية، كنا نحاول نشيل يعني شلنا صوابنا إحنا وقمنا نشيل الناس اللي كنا نشوف الدماء سائلة منهم، لكن أنا أخذني الأسعاف وسيدة وداني المستشفى وسوى لنا الإجراءات والأمور هذه كلها، لكن الحمد لله إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم مساء الساعة 9:30 راح يكون هناك احتفال كبير تأبيني للشهداء في جامع الإمام الصادق. صراحة وزارة الأشغال ما قصروا، هيئوا لنا الجامع بشكل جيد، إن شاء الله راح يكون الحفل للتأبين، وإن شاء الله راح يحضرون الكثير من المسؤولين بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يعني على الأقل نقدم ولو جزء بسيط من العرفان للشهداء ذيلي، وكذلك للموقف السامي لسموه لحضرة صاحب السمو الأمير وجهوده في هذا الجامع، وكان يتابع عملية البناء وعملية الأمور هذه كلها بنفسه مع وزارة الأشغال ومع الديوان الأميري، والحمد لله رب العالمين الأمور كذلك يعني بشكل. شلون شفت التعاون ما بين المؤسسات الحكومية في إعادة ترميم هذا المسجد؟ والله ما حد قصر، أقول لك يا بصراحة ما حد قصر. قطاع الصيانة موجود عندنا هنا. لا 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 يعني أنا شهادتي فيه مجروحة الصراحة، أبو حمال محمد بن دقي جهادتي فيه مشروحة، لأن الصراحة كان يتابع العمل أول بأول، ولولا هذه المتابعة وهذا الجهد، وإحنا وياه طبعا، لولا هذا الجهد وهذه المتابعة لما وصلنا إلى هذه المرحلة في هذا الوقت القياسي، لأن تعرف عملية الترميم دائما أصعب من عملية البناء. أكيد. فإن شاء الله تعالى إحنا نقول عسى الله يرحمهم إن شاء الله ويتقبلهم، عسى الله لا يعود هذا اليوم الأسود. حقيقة حاولوا أن يفرقون بين المجتمع الكويتي، ولكن أثبت الشعب الكويتي والمجتمع الكويتي عكس هذا بقوة التلاحم، وأيضا موقف صاحب السمو كان ضربة ساكتة لكل إنسان يحاول يمس أمن هذا الوطن ولا يقدر إن شاء الله بجهود أبنائه وأيضا حكومة الرشيدة. كل الشكر لك العم جواد بو 50 وأيضا الدكتور صالح الصفار والسيد محمد بن نخي وكيل وزارة الإشغال لقطاع المساعد لقطاع الصيانة على تواجدكم معنا، عسى الله يقويكم إن شاء الله. كنتم الختام طبعا ويانا، وان شاء الله نفرح معاكم يوم الثلاثاء. انا متاكده ان كل الكويتيين وايضا الشعوب الاخرى اللي تابعت الحادثه ايضا راح تتابعها من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت، وما شاء الله تقول ان المسجد بحاله جيده، انا اقول فوق الممتاز، وكانه فندق حسب ما شفنا في التقرير اللي معنا. انا بس ابي اشكر كل من اعتنى في اطلالتي لهذه الليله من الاكسسوار ار بيرسونال شوبر، ايضا بالاطلاله المصمم ظاهر، وايضا مركز حنان الدشتي صالونهم. وأقول في الختام إن شاء الله نلقاكم بالياي مع غبقة رمضانية. إلى اللقاء. مع السلامة. شكرا لكم.